نختم هذه النشرة من خانقين، حيث نفذت الإدارة المحلية في خانقين حملة تنظيف واسعة لشوارع المدينة بالتعاون مع قسم شرطة خانقين التابع لحكومة إقليم كردستان بمشاركة عدد كبير من المواطنين والموظفين. الحملة جاءت لإضفاء مسحة جمالية على مدينة خانقين والنهوض بواقع المدينة الخدمي من خلال المساهمة في حملة التنظيف الواسعة التي شهدتها بمشاركة إدارة القضاء. عباس الأركوازي وتفاصيله. بهدف الاهتمام بجمال مدينة خانقين، قامت إدارة خانقين وبالتعاون مع قسم شرطة خانقين التابع لحكومة إقليم كردستان قامت بحملة تنظيفات واسعة في كافة شوارع المدينة وبمشاركة عدد كبير من الأهالي والموظفين الحكوميين ومنتسبي شرطة خانقين، حيث قام المشاركون في الحملة بجمع النفايات ونقلها بالسيارات، وبعدها تم تنظيف وتكنيس شوارع المدينة. نحن قررنا كإدارة خانقين إقامة حملة شعبية من الدوائر الدولة والأحزاب السياسية والناس مواطنين خانقين من أجل تنظيف مدينة خانقين، وأعلننا يوميا للتنظيف في المدينة، وهذا العملية يستمر بين الفترة فترة لمساعدة بلدية الخانقين من أجل خانقين أجمل وأنظف. احنا كمديرية شرطة خانقين على قرميان قمنا بالمشاركة لحملة تنظيف حسب توجيهات سيد قام مقام قضاء خانقين، مع المشاركة مع الموظفين قام مقام القضاء خانقين بتنظيف منطقة دائر مدائر القام مقامية باشتراك كافة ضباط المقر والمنتسبين. بالنسبة لي كمواطنة من أهالي مدينة خانقين لازم ما ننسى فضل هاي المدينة العزيزة علينا اللي احتضتنا طوال الفترة الساخنة اللي كانت بديالة، وأنا أعتز بمدينتي وأعتز أني كمهندسة وكمواطنة يعني أنظف المدينة ويا أهل خانقين ونسوي حملة، لأن بصراحة هاي المنطقة والمدينة عزيزة علينا وعلى الجميع. فولي نريده من أهالي خانقين كل واحد بس المي اللي يشربه أو البطالة اللي بيده أو الباكيت الجغال اللي يشربه يذبه بحاوية، فكلنا إيد بإيد جميعا نحافظ على مدينتنا بخانقين. إن المشاركة في مثل هذه النشاطات تعد واجبا وطنيا، وعلى جميع أبناء الشعب المشاركة فيها، لأنها في الوقت نفسه ترسخ دعائم نظام الإدارة الذاتية والديمقراطية للشعب. لفضائية كركوك من مدينة خانقين، عباس الأركوازي.